كمان امبارح وزاره الداخليه كثفت التواجد الامني في مواقف سيارات او مواقف سيارات الاجره، وكمان امام محطات الوقود بكافه المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفه المحدده ومنع احتكار المواد البتروليه. حرصا من وزارة الداخلية على منع التلاعب في أسعار تعريفات ركوب السيارات، فقد كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بكافة المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. كما تم تنظيم حملات مرورية على خطوط سير سيارات الأجرة بمختلف المحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.